السلام عليكم البنات، كيف كتشوفوا اليوم غنخدموا مع بعضياتنا مخمره معمره بالخضرة والكبده ديال الدجاج. كيف كتشوفوا هي مقرمشه مقرمله، كتجي هشيشه والحشوه رائعه الصراحه. ان شاء الله نخدموا مع بعضياتنا باش كل واحد يبقى يديرها في دارو. ها هي كتجي مورقه كيف كتشوفوا، ورقه على ورقه والحشوه لداخل. تابعوني للاخر، مرحبا بكم. السلام عليكم البنات، اذا لاباس عليكم مرحبا بكم معايا في قناتي الحادقه الشماليه. اليوم نقدم واحد الاكله سريعه اللي هي المخمره معمره بالكبده ديال الدجاج والخضره. دوزوا المقادير. العنصر الاول اللي هو عندي فهو في البوطه، عندنا الكبده ديال الدجاج مع شويه ديال الملحه والماء والحامض. كنسلقوها شويه باش تحيد داك الزفوره ديالها، نخليوها تسلق من بعد نرجعوا نكملوا مع نضيفوها للمقادير اللي عندنا. اللي هي عندنا خيزويه كبيره محكوكه رقيقه، جوج قرعات محكوكين غورجيت، عندنا بصله كبيره مقطعه وفلفله كبيره مقطعه. غادي نديرهم في هذه القطعه هذه، نزيدو نقطعوهم رقاق. كتطحن الخضره رقيقه. بالنسبه للعطريه، عندنا العطريه نحتاجوها في الخضره ونحتاجوها في الكبده. اللي عندنا هنا اول حاجه الاهم حاجه الملحه، عندنا الكمون، الخرقوم، السودانيه، التحميره، شويه البزار والسكينجبير. كنديروا شويه في الكبده وشويه في الخضره، حنا نكملوا مع بعضياتنا. كنحتاجوا نص كاس ديال الزيت، ما حطيتوش انا، تنجيو نشحروا ونديروا ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا ندوز نقطع هاد الفلفله والبصله في هذه القطعه السريعه، خليكم معايا. هادي صراحه كتسهل لينا الماموريه دائما، كنبقاش عاد كنشلطوا ونقطعوا. حتى شي الا كانت كميه كثيره كتسهل لينا الشغل ديالنا كامل، صراحه سريعه وزوينه. صافي هنا كنطحنوها وكنرجعوا نكملوا المقادير ديالنا. انا البنات ديت المقله فيها شويه الزيت، تقريبا نص كاس الزيت، باش غنشحروا الخضره ديالنا. ها هي البصله والفلفله اللي قطعنا، ها هي كتشحل البصله ديالنا والفلفله. غنضيفوا عليها خيزو والقرعه. نبقاو نحركوها حتى تطيح شويه الخضره، نضيفو لها العطريه، نغطيوها واحد شويه باش تنزل الخضره، ونرجعو نكملو مع بعضياتنا الوصفه. هي الخضره ديالنا بقات كتنزل دابا باش نضيفو لها العطريه. هاي العطريه ديالنا والملحه شفناها، نخلطو مزيان ونخليوها حتى تشحر مزيان، عاد نحيدوها فوق العافيه. وكتبقى الخضره باقا باللون ديالها، ماشي نخليوها تتحمر بزاف، غير تنزل باش تبقى بالفوائد ديالها. حنا البنات جبنا الكبده ديالنا بعد ما تسلقات، قطعوها قطع رقيقه ما كيبقاش فيها داك الزفوره ديال الكبده. هي غندوزو نشحروها مع شويه ديال الثومه والربيع والعطريه. انتما معايا حتى نشحروا كلشي. بعد ما قطعنا الكبده ديال الدجاج ديالنا، ها هي درنا مع شويه القزبر والمعدنوس. دابا نحكوا عليها شويه الثومه، غنعطيوها التومة كتجي زوينة، التومة كتنسم.
مالينا 4 ديال الدروس ديال التومة، نحكم ونرجع معكم. دابا البنات غادي نحطوا هذه تشحر مع العطريه ديالها اللي بقات قبيله، عملنا غير نص ديال العطريه في الخضره والبندقيه نديروها مع الكبده، ندوزو نشحروها مع بعضياتنا. صافي البنات عملنا الكبده ديالنا مع التومه والعطريه وربيع، خليوها تشحر وتشرب العطريه ديالها كامله باش نخلطوها مع الخضره اللي عملنا تشحرات الاوليه. خليكم حتى لهذه المرحله الاخيره معنا، مرحبا بكم. بعد ما خليت الكبده تشحرات مزيان خدات التومه ديالها والعطريه ديالها، نكبوها على الخليط مع الاول ديال الخضره باش نعمروا به الخبزه ديالنا. هي البنات الحشوه ديالنا خلطنا معها الكبده ومع الخضره اللي كانت بردات، دابا ندوزو نصاوبوا العجينه. هي عندي واجده عجنت العجينه، اختصرت عليكم المرحله ديال العجن. المسمن كلشي تيعرفوا، غير هذا المسمن فيه شويه الخميره حتى يكون مخمره معمره. كنديروا الطحين الفينو مع الفرس وشويه الملحه وشويه الخميره، كل واحد الحجم اللي باغي هو يدير. دابا هاد الخبزه نخرجوا منها 6 الكويرات، بقاو معايا باش نقطعوها. كنحاول ما امكن نخرجوا 6 الكويرات. صافي هما 6 الكويرات ديالنا، نخليهم يرتاحوا شويه واحد 5 دقائق بتجينا الخدمه سهله، وندوزو نعمروهم من بعد. يلا البنات نطلقوا الكره الاولى بحال كتطلقوا المسمن عادي. كنطلقوا بالزيت جينا راها طايعه في يدينا. دائما الخدمه بالزيت باش كتجي العجينه مورقه مزيان. نطلقوا على قد الصينيه ديال الفران، نوريكم الحجم ديال الصينيه ديال الفران معروف هذيك اللي دايره. المهم على قد الصينيه اللي عندكم، اللي عنده كبيره يديرها كبيره، عنده متوسطه يديرها ديال الكويرات متوسطين. بعدا نهزوها نديروها فوق الصينيه ديال الفران. ها هي بعد ما كنطلقوها كنهزوا العجينه ديالنا، متخافوش انها راه سهله في الهزان ديالها. كنفرشوا الورقه الاولى هنا في الصينيه، ديروا على قد الصينية ديالنا كاع كنطلقوها مزيان. نرشيها شوية الزيت ونخليوها، ندوزو نطلقو الكويرة الثانية. غنديرو 3 ديال الكويرات وحدة فوق وحدة، عنديرو الحشوة ديالنا ونغطيوها بثلاثة الورقات اخرين. كنظن واضحة دابا، كنوريها لكم شوفوا الطريقة قدام عينيكم. حاول ما امكن تورقوها مزيان. دابا نحطها فوق اختها هذه، وقبل ما نحطو عليها اختها كنعاودو نطلقوها حتى كترجع شوية، يعني تكلصلوها حتى للطرف ونجيبو اختها نحطوها عليها. نخليهم يطوعوا، نجيو الثالثة عاوتاني نخدموا الكرة الثالثة. هذه الكرة الثالثة كنطلقوها حتى هي مزيان، ونحطوها على جوج كرات اللي طلقنا الاولى في البلاطو ديال الفران. كندوزو الصينية ديالنا كنبركو عليها مزيان، نطلقوها بشوكة مغلقة. صافي كنهزو العجينة ديالنا بسهولة،
سهله الخدمه ديال هذه المخمره، هذه كتجي مورقه زوينه، ملي كتخمر كتجي رطبه بزاف، كتجي غزاله. صافي بعد ما قرصنا الخبزات ثبات بهم خبيزات الصغار ديالنا لقين مزيان، كنجيبوا الحشوه ديالنا باش كنضوبلو الورقات باش ما تخرجش الحشوه على برا، تبقى حاده في الوسط. كنوزعوها على جميع الخبزه ديالنا اللي كتجي باش تشد جميع الاماكن، لا من ناحيه الكبده ديال الدجاج ولا من ناحيه الخضره، كنوزعوا كلشي بالتساوي باش كتجي كل بلاصه فيها كلشي. المهم نتوما كتعرفوا توزعوها على طريقتكم، المهم هي تكون موزعه على جميع الورقه. دابا غندوز نطلق الورقه الثالثه، الكرات الثلاثه بهم اللي باقيين عندنا، هما باقيين ثلاثه الكرات، نطلقوهم بنفس الطريقه، نحطوا وحده فوق وحده ونطلقوا في احنا مع بعضياتنا. صافي كيف كتشوفوا نطلقوا الورقه ديالنا هذه، نحطها فوق الحشوه، نزيدوا الثانيه، نزيدوا الثالثه، تنكملوا النهايه. دابا بعد ما طلقناها نحطوها فوق الحشوه، نغطيو بها الحشوه ديالنا. صافي كندهنوا شويه الزويته عليها، وندوزو نطلقو الكره الثانيه هكا حتى الاخر. هيا البنات بعد ما كملنا جوج ورقات فوق هذه الحشوه، ندوزو الورقه الثالثه، هنا زويته ونحطوا الورقه الثالثه ديالنا. صافي وكنبداو ندخلوها من هنا من الجناب، كنبداو نطويو بحال بسطيله. هاد الورقه الفوقيه كنبقاو نجمعوا بها كاع الورقات باش ما نحيدوا اي يبقى الشكل مقاد، كطويوها لداخل هكا، تهزوا طويها لداخل، هزاو طويها لداخل حتى كنكملو. من بعد ملي كنكملو الطيه ديالها كنقرصوها مزيان، ما تخافوش منها غير بركو مزيان عليها، حيت هي مازال غتخمر وغتطلع، غير قرصوها ما تحنوش فيها حيت تحنقو في الفينو كيطلعو مع الخميره، ان شاء الله نخلوها تخمر. وفاش كنجلس كنقرصوها مزيان هكا هذيك الحشوه كتزيد توزع على جميع الخبزه. صافي هكا نخليوها تخمر، نغطيوها بشي بهاد الطبيله هاد الصينيه اللي كنقرص، اي حاجه اللي عندكم غطيوها بشي صينيه ومن بعد شي منديل وخليوها غير تشوفوها خمرات كيف كتبركوا عليها كتطلع عرفوها خمرات. صافي دابا هي باقا ما خامراش، ولكن ملي كتكون خامره كتملى هكذا كداك الصبع كيرجع، يعني عارفه راه خمرات. كتدخلوها الفران عافيه شعله من الفوق ومن التحت، كتحمر مزيان من الفوق ومن التحت وتاكلوها بالصحه والراحه. ان شاء الله متبغي نوريها لكم. ها هي البنات الخبزه ديالنا خمرات، غندهنوها بالبيضه وندخلوها الفران. صافي كندهنوا هاد البيضه كامله في الوجه ديال الخبزه ديالنا المعمره وندخلوها الفران. صافي ندخلوها الفران تتحمر مزيان بحال طياب الخبز عادي، ولا ديروها الفران ديال برا وحي طيبه على حساب الفران ديالو وبالصحه والراحه. ها هي البنات المخمره المعمره ديالنا وجدت محمره وغزاله مقلمله، هاي تشوفوها كي دايره مقرملة من داكشي، طايبة من داكشي رفيع، لا من فوق ولا من تحت، حمرا مزيان من تحت. كتخليها تتبرد شوية وكتقطعوها وكتاكلوها بالصحة والراحة. إن شاء الله تعجبكم.
نتمنى انكم تابونوا في لاشين ديالي، ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. مرحبا بكم دائما معايا، بصحتكم.